كل يوم قبل ما انام افضل اكلم في نفسي، يعني انتي يا بنتي مش بتحبي عيالك؟ ايوه طبعا بحبهم، بحبهم قوي. امال كل يوم زعيق 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 وصوتك مسموع لاخر الشارع؟ ايوه اصلهم عيال مستفزين قوي. بس التربيه الايجابيه بتقول اتعاملي مع سلوك الطفل مش شخصيته. فعلا انا لازم اتعامل مع سلوك الاطفال اللي عندي دول، هتعامل مع السلوك اللي مش سالك ده. لا بس انت عارفه الشبشب بينفع قوي. ايوه صح، تزوي الزوه كده بالشبشب العيل يسكت طول اليوم. لا بس ما ينفعش برضه، انت متعلمه شبشب ايه ده؟ لا شبشب ايه ما ينفعش. لا عندك حق، ما ينفعش فعلا، ما ينفعش الشبشب والعصايه والحاجات دي مع التربيه الايجابيه. طب هو ينفع مع التربيه الايجابيه نستخدم الشبشب عشان كل حاجه لوحدها مش نافعه؟ وعلى كده بقى كل يوم على كده قبل ما الواحد ينام يفضل يأنب في نفسه وضميره يفضل يأنبه، محدش بقى فاهم حاجة. وتنتهي بقى كل المحادثات دي من الواحد يطلع كيس الشيبسي وحتة الشوكولاتة اللي كان مخبيها من العيال ويفضل يأكل لحد ما ينام. ولا أقول لنفسي قوم يا بت قوم يا بت، صحي العيال، صحيهم وحضنيهم وقولي لهم أنا بحبكم وسامحوني. ولا عود يا بت اقعدي، هما دلوقتي يقوموا من النوم ويصحوكي من عز النوم ويقولوا لك ماما بيبي او يببوا عليكي شخصيا. محدش فاهم حاجه، محدش فاهم حاجه، ما احناش فاهمين هنربي العيال دي ازاي. احنا ما تربيناش، احنا كنا نازلين بالتربيه بلت ان، هنربي عيالنا ازاي؟ بعدين اسال نفسي يعني انت يا بنتي مش بعد الخلفة والجواز اتعلمت حاجات كتير؟ اتعلمت حاجات كتير قوي، اتعلمت اصوت وبرق واجز على سناني طول اليوم وزعق في اي مكان ولا يفرق معايا، اتعلمت صوتي يجيب اخر الشارع. يعني انت يا بنتي مش خايفة تتحولي من البنت الهادية الكيوت للنوعية دي من الامهات؟ ما تيجي احدفك بالشبشب. وعلى كده بقى ربنا يرحمنا، اللي عنده نصيحة يقولها لنا، اللي عنده نصيحة يقولها لنا، احنا غلابة اقسم بالله غلابة ومش فاهمين اي حاجة، فاللي عنده نصيحة يقولها لنا. وباي باي.